الحاجه اللي عجبتني جدا هختم آه بالاهلي آه 2008 لكن النهارده اللي عجبني جدا آه منتخبنا ل 2008 وانا قلت لكم انا بعشق احمد الكاس كانوا متأخرين 1-0 قدام تونس بقينا 1-1 اتأخرنا ثاني 2-1 بقينا 2-2 وبعدين آه ربنا اكرمنا في الوقت الضايع كسبنا 3-2 آه 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 على فكره سبع من لعيبه الاهلي موجودين مهند الشامي، حمزه الدجوي، حمزه عبد الكريم، عمر العدوي، زياد ايوب، بلال عطيه وياسين ياسر، المهم ان احنا كسبنا 3-2 ويتبقى لنا الانتصار امام ليبيا ونضمن الصعود، هذا المنتخب فاز على الجزائر وفاز على تونس بعد ما كان خسران في المباراتين بعد هزيمه قاسيه امام المغرب بخماسيه، احنا الان في المركز الثاني نفوز على ليبيا باذن الله نبقى 9 بونت وانا كنت ساب المغرب كسبانه ليبيا 2-0 واعتقد المباراه خلصت صالح المنتخب المغربي المنتخب الليبي بلا رصيد من النقاط لكن دي بتبقى ماتشات صعبه جدا فبنتمنى لهم يا رب التوفيق والفوز ان شاء الله لان احمد الكاس فعلا يستاهل والولاد عندهم عناصر ممتازه جدا يعني كمان منتخبنا الوطني للشباب حقق فوز صعب على المنتخب الليبي كان خسر المباراه الاولى امام المغرب وتعادل مع الجزائر فاز اليوم كان تقدم بهدف لكاباكا من ضربه جزاء صحيحه لكن بعدها بدقيقتين تعادل المنتخب الليبي ثم نجح عبدالله البستانجي انه يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع برضو مصر في المركز التاني والمنتخب الليبي بلا رصيد من النقاط لكنه الحقيقه منتخب شديد الاحترام